قام رئيس الوزراء شريف إسماعيل بزيارة إلى محافظة الأقصر استهلها بتفقد منطقة البر الغربي، حيث تجول في معبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك والملكات وطريق الكباش. ورافق رئيس الوزراء خلال زيارته كل من وزراء الصحة والأثار والإسكان والتنمية المحلية ومحمد بدر محافظ الأقصر وأعضاء مجلس النواب. وقام رئيس الوزراء بزيارة وتفقد مقبرة نفرتاري، كما تفقد رئيس الوزراء غرفة التحكم الخاصة بالبر الغربي. ووجه إسماعيل بسرعة الانتهاء من مشروع إضاءة البر الغربي، والذي سيسهم في تهيئة الأماكن الأثرية وإبرازها بصورة تعكس رونقها وحضارتها وعراقتها. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشاريع الخاصة برفع كفاءة المواقع الأثرية بالمحافظة، فضلا عن الانتهاء من مشروع منظومة التأمين الإلكتروني لجميع المواقع الأثرية بها.